وتيرة الحياة أصبحت سريعة وخطواتنا ما توقف بين زحمة الشغل والمواعيد. حد على تليفونه يتريى كل إشعار جديد، واللي منشغل في اجتماعاته، وحد منا عالق في زحمة الشوارع. تخيل لو في عالم بعيد عن صخب هالحياة، مساحة من الهدوء والموسيقى تنسيك ضغوطات الحياة ولو للحظات. خل كل شيء وراك وركز هني. شوف الشفق وهو يندمج مع حركة الأمواج، لحظة تخليك تفكر بجمال الحياة بطريقة مختلفة. في هالمساحة الشلالات تلتف حولك من كل صوب، تنزل من ارتفاع 6 أمتار من عكاس يبهر العين، وكأنك عايش وسط مشهد طبيعي يتحرك. تشوف الأمواج الضخمة يوم ترتفع قدامك وتنزل بقوة على الشاطئ، تحس كل موجة تسحب معاها الأفكار السلبية اللي تثقل عليك وتتركك خفيف ومرتاح. انطلق بحواسك لسيمفونية الحياة بين نسمات الزهور وعطرها وبتلات تساقط مثل المطر. هني كل شيء حولك يشع بجمال الطبيعة. قوة الطبيعة تتجسد في هذا المنظر السريالي لما البرق يضرب الأرض ويخلق تناغم بين الألوان. وللأطفال مساحة تفاعلية في هالغابة الاستوائية، يقدرون يختارون حيواناتهم المفضلة ويلونونها، وبضغطة زر تتحول إبداعاتهم لرسومات متحركة زاهية. وأنا اخترت الأسد ملك الغابة يتمشى باسم الحي الثقافي. الفنون هي لغة عالمية تربط بين الشعوب والثقافات. هالمكان بياخذكم في رحلة تفاعلية لأهم اللوحات في تاريخ الفن. هذه لوحة تأمل للورود وهي تتفتح وتوصل لأجمل حالاتها، كل حركة فيها تعبر عن بهجة الحياة. هالأضواء هي رمال دبي الذهبية اللي تسرد قصة فخر للعالم، كيف بدت دبي من رمال الصحراء واليوم هي نجمة تلمع في سماء الإبداع.
المحطة الختامية في دبي آرت ميوزيوم هي تجربة ضيافة مختلفة، تتناول مشروبك والورود المتناغمة تلتف حول كوبك، تعكس جمال الفنون والهدوء في آن واحد.